قصة جميلة زمان سمعتها، إن في حصان وقع في حفرة، حصان في مزرعة وقع في حفرة، فصاحبه يعني يبحث عنه فوجده يعني داخل الحفرة. طيب إيش بيسوي في هذا؟ هذا حصان من هين بيطلع؟ فقال ماشي حل إلا إني أنا أدفنه. خلاص قرر إنه يدفن الحصان داخل الحفرة عشان ما يتألم هذا الحصان ويموت هناك ولا كذا. يقول أحسن أموت مرة واحدة ونخلص. فجاء هذا صاحب الحصان ويرمي يعني دلاء من الرمل على ظهر هذا الحصان، كل ما يرمي دلو الحصان ينطفئ فيسقط الرمل أسفل، ويرمي الدلو الحصان ينطفئ فيرمي الدم الرمل يتساقط الرمل، إلى أن يعني كلما يتساقط الحصان يضع قدمه على الرمل، إلى أن ارتفع الرمل وخرج الحصان. هذا هو المفهوم الذي أقصده، أنك تملك التحدي، تتحدى واقعك. لو علم أولئك الناس الذين فشلوا في الحياة كم كانوا قريبين من عتبات النجاح ما ترددوا. على فكرة معظم الناس الذين نرى أنهم يقولون أننا فشلنا هم عبروا الطريق 99% بعدين تراجعوا، كان 1% فقط لو تخطوه لحققوا النجاح.